مواليد برج الجوزاء في سنة 2024، أشوف إن دي سنة الاتصالات والحظ بالنسبة لكم. من أول 21 يناير، بلوتو يعني ده كوكب التغيير، هيدخل في منزل الحظ وهيبدأ يديكوا الحظ تدريجيا. في النص الثاني من سنة 2024 يعني انتوا عندكم الحظ بيبدأ حبة حبة كده من أول 21 يناير، بس من أول بقى يعني 26 مايو، أشوف إنكم في النص الثاني من السنة هتكونوا في حتة تانية خالص. الكوكب الحظ شخصيا هيدخل في برجكم ويبدأ يديكم وقت رائع وفرص يعني غير متوقعة إن شاء الله. بس يعني قبل ما نوصل لأنه كوكب المشتري يدخل برجكم، يعني من أول السنة لغاية يوم 25 مايو، مهم جدا انكم تعملوا كل حاجة في سرية وكتمان وما تعلنوش خططكم وتبعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. لكن يعني احنا قايلين انه في بلوتو موجود في وضع داعم من اول 21 يناير لغاية 2 مايو، فده وقت جميل في دعم كويس ان شاء الله برضو وتحسن تدريجي، بس بشرط السرية والكتمان. من اول 26 مايو هيكون عندكم بقى يعني نقدر نقول انفتاح على افاق جديدة ورائعة، ويبقى عندكم امكانيات مختلفة وتقدروا تبدأوا صفحة جديدة من حياتكم في الوقت ده، يعني تتحرروا فيها من كل العقبات اللي موجودة وتحسوا بقوة نفسية اكتر وثقه بالنفس اكتر. اشوف انه يعني هي سنه فيها حظ وفيها فرص كويسه جدا، بس المهم زي ما قلنا السريه والكتمان، وكمان ما تدوش ثقه بسهوله لاي حد. في الناحيه الصحيه بشوف انه برضو عندكم قدره انكم يعني عندكم طاقة، يعني بلوتو هيديكوا طاقة هايلة، عندكم يعني قدرة كمان انكم تتحرروا من كل حاجة بتضايقكم، فيعني نقدر نقول انه في تحرر في السنة دي من كل الضغوط النفسية اللي موجودة، وده هيخلي احسن بالنسبة لكم صحيا انه الطاقة بتتحسن مع الوقت، خصوصا في النص التاني برضو من السنة هيكون ده أحسن وقت بالنسبة لكم إن شاء الله على كل الأصعدة.